الهدف ديالنا اولا كمكتب وطني للاستشاره الفلاحيه اننا نقدموا شنو هما اهم الاوراش ديال الاستشاره الفلاحيه واللي ممكن نلخصها اولا برامج ديال المقاوله ديال الشباب اللي كاين مجموعه البرامج اللي كتدخل في اطار الاستراتيجيه الجديده للجيل الاخضر 2020-2030 واللي الهدف ديالنا اننا نوجدوا واحد العدد كبير مجموعه من سلاسل ديال الانتاج ديال التعاونيات المقاولاتيه. والحمد لله كاين مجموعه من البرامج في جميع الاقاليم وجميع الجهات ديال المملكه واللي كاين تحفيزات ديال الدوله ان شاء الله اللي كنشتغلوا عليها. والحمد لله كاين برامج اللي كنشتغلوا مع الوزاره الوصيه ومجموعه من الشركاء باش اننا نواكبوا الفلاح باش يشتغل بطرق عصريه باش يحافظ على الماء وكذلك باش انه يشتغل يعني في سلاسل ديال الانتاج اللي ما كتستهلكش الماء واللي تكون عندها واحد الفائده واحد القيمه مضافه بالنسبه للدخل ديالو. هناك برنامج ديال تنظيم تعاونيات في اطار تعاونيات مقاولاتي على المستوى الوطني. الهدف ديالنا اننا نواصلوا هذوك المكتسبات ديال مقتضى المغرب الاخضر اللي وصلنا لحوالي 21000 تعاونيه مقاولاتيه. الان الهدف ديالنا نوصل 30000 ان شاء الله من هنا ل 2030 بالاضافه كذلك للبرنامج ديال الرقمنه ان شاء الله اللي احتوى برنامج جد مهم كنشتغلوا عليه في اطار الاستراتيجيه ديال الجيل الاخضر وبشراكه مع مجموعه من الشركاء. بالنسبه للمواكبه قدمنا دراسه مجانيه للمشاريع اللي احنا اختاريناهم، يعني كل واحد كيحط المشروع الفكره اللي هو عنده ومن بعد منين كتكون ديك الفكره قابله للانتاج كيعدلوا لها واحد دراسه جدوى، من بعد كيديروا لها دراسه معمقه في جميع المسائل عاد كتمشي لطور الانجاز ان شاء الله. الشكر الخاص للاستشاره الفلاحيه والاستاذ المدير اللي عاونونا بعده مجالات منها الاعلاف ومنها السهاريج ومنها استشاره طبيه كتعاونهم في الحصول على الادويه. استفدنا من ياسر من المسائل من هون من المعرض وتعرفنا على ناس جداد وتعرفنا على هذا غادي يفيدونا احنا في حياتنا القداميه. واكبوا معنا بالتكوين المستمر طول السنة، تكوين مستمر طول السنة، الله يجازيهم بخير ويثمنون المنتوج ويعلمونا شلي نعدلوا في الانتاج المجاني بالنسبة لي يعني على حساب الحليب الإبل. داروا لنا تكوين خاص به، جابوا لنا أطر الله يجازيهم بخير كفاء وعاونونا، ونحن هما اللي مشينا على ذاك الاتجاه اللي علمونا به الله يجازيهم بخير. بالنسبة للمساعدات اللي قدمنا المكتب الاستشاري الفلاحية بجد داخل وادي الذهب، مجموعة المساعدات الأول وأولها أي لقاء وأي تكوين في مجال الفلاحة يتم اتصال التواصل معنا مباشرة عن طريق الهاتف عن طريق الإيميل، يعني أكدوا علينا الحضور نحضروا هذا اللقاء، وتكون في مجموعة من الورشات وأي شي حاجة مستجدة في مجال الفلاحة كيمدونا بها، يعني استشارة فلاحة جزاهم الله خير من جد داخل وادي الذهب واقفين معنا في مجال الفلاحة، ونتمنوا نحضروا كيف هذه اللقاءات الدولية باش نزيدوا نطوروا في مجال الفلاحة بجد داخل وادي الذهب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.